هذه المناسبة نقول بأنه قد نبتت الآن نابتة، لم يحيطوا لا أقول بالعلم، وإنما لم يحيطوا ببعض الأصول العلمية، فأخذوا يضللون إن لم أقل يكفرون كثيرا من علمائنا أهل الحديث وأهل السنة أيضا، لأنهم يبدو أنهم كانوا لا يزالون على شيء من التقليد لآبائهم في بعض العقائد، وأعني بالذات الإمام النووي والإمام العسقلاني، وهما بلا شك إمامان كبيران في العلم الفقهي والحديثي ونحو ذلك مما يتعلق بالعلوم الشرعية. ويؤسفنا بلا شك أن يظل أمثال هذين الإمامين على شيء مما ورثوه من عقيدة الأشاعرة المتأخرين، فلا يجوز أن نبادر إلى تكفير هؤلاء بل ولا إلى تضليلهم، لأننا لا نعتقد أن الحجة قد أقيمت عليهم يومئذ. لهذا أقول ختاما، ينبغي التريث في إصدار أحكام التكفير على هؤلاء الأئمة، بل نحن نتورع عن إصدار أحكام التكفير على بعض الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لأنه لم يتبين لنا شيئان اثنان منهم. الشيء الأول أنهم عرفوا حكم الله كما أنزله الله عز وجل، هذا أولا، وثانيا أنهم جحدوه قلبا وقالبا. لهذا نحن نكتفي بالحكم على ضلالهم وانحرافهم عن الشرع، أما إطلاق كلمة الكفر التي تلازم الردة والخروج من الملة فهذا لا نظهره على هؤلاء، فضلا عن غيرهم ممن أشرنا إليه من أهل العلم، لعدم وضوح الحجة أنها أقيمت عليهم بالنسبة لدينا نحن. هذا جوابي عما سألت.